صح ما تيجيش بتاخو كاين المدخل والمخرج هم اللي كيدخلوا هم اللي كيخرجوا احنا ما عرفتوش كاين الدار عند بنو الدار دخلنا وغادي فالخلع اما ديتو واحد التكنيك مزيان ديال في الدار الا قلت لك مزيان داك السيكونس اللي عملتو هذاك السيكونس هادو قدنا عندنا الفضاء كيتبدل بمعنى هذه ديك اللي استعملتوها وديتوها مزيان بالوعي فهمتي كيفاش والديكو كان كيتغير في الوقت مزيان فهمتي التشخيص كان مزيان بمعنى منطلقا ايش من الامكانيات اللي ديالكم بمعنى انتوما فهمتي بمعنى هاد العمليات اللي في المخا بينتوها ما عندكم سينوغراف ما عندكم درتو اخراج قلتو في المجتمع الجماعي شوف هذا المجهود الجماعي مجهود ايجابي وانا مأكد انه اذا كان معكم شي واحد اللي غيطور غتمشي مزيان ولكن الصوت مشكلة الصوت انت عندك مشكلة الصوت تخدم على الصوت انت بزاف مشكلة الصوت تخدم على الصوت مزيان صوتك مزيان الام كذلك صوتك هذيك خصك تزيد لها بحال المساحه تزيدو مي دخلت بوحده تلعب عندها الامكانيه تلعب واحد ثلاثه دقائق بوحده خدمتوا عاديين بحال اللي جالسين في عاديين كنتلو شي هي واحد الناحيه راه مزيانه هنا تشتغل على العادي في على الحركه ديالك راه مزيانه توصلك ولكن في نفس الوقت لان هذا المسرح خصو لازم يسمع يعني ما تزربوش في الفيلم باش كتزربوا بحال تزربوا بحال عيناتكم بحال اللي جالسين مع بعضياتكم انا حرقت العروسه التمارين اللي كدير كنتي كتنوض كنتي كتحرق العروسه ما كتبيناش هذه كانت كتجي كتجلس هذه انا قلت لك حاول تكثر واكار حاول باش تكون هذا راه ما كتطنوش انت دارت هذه كانت كتجلس دائما لا انا قلت لك دائما الترواكار باش كيكون عندي سهله سهل الهضره سهل نواجه الجمهور الحركه تاع الدين هذه كتبدل الموضوع
خصك تبداو ديال التوزيع غنقدروا نمشيو خمسه بلا ليها ولكن واحد الواحد لا او لو حط ديكور كنشعلوا عليه هنايا ولو مثلا كان عندنا الديكور مش مكملين عندنا الديكور كنشعل الضو باش نعمرو بمعنى التوازن عملوا السبه ديك من البروده هاد مخيم التوازن على التوازن الخشب برافو عليكم هذا هو برافو عليكم.